الحقيقة أولا يعني أنا لازم عشان أبدأ بقول لك اليوم النهاردة بدأ من صلاة الفجر، كان طبعا بعد غياب عن المساجد ده أكتر من 100 يوم. صلينا النهاردة الفجر في مسجد المرسى أبو العباس، والحقيقة يعني كان يوم رائع وكأنه عيد. النهاردة حاجة غير عادية، لكن احنا رجعنا كنا بنراجع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المسجد والمساجد المجاورة. الحقيقة كل حاجة عملتها وزارة الأوقاف، كل حاجة أوصى بيها دولة رئيس مجلس الوزراء كانت مطبقة. احنا نتمنى ان الناس تلتزم، يعني بالنسبة للمسجد كل واحد جايب سجادة الصلاة بتاعته معاه، لابس الكمامة بتاعته، بنقيس درجة حرارة على باب المسجد. يعني الحقيقة كان حاجة رائعة. زي ما قلت لك الناس النهاردة في عيد، وكانوا عيد رمضان. احنا من خلال برنامجك يعني بنهيب بالسادة المواطنين، لان انا مش بتكلم عن شعب اسكندريه دلوقتي، انا بتكلم عن ضيوفي من 27 محافظه. صحيح. هم اللي موجودين عندي. نهيب بيهم ان هم يلتزموا بالتعليمات، وطول ما هم ملتزمين بالتعليمات الامور هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. سيادة محافظ انا بشكرك على هذا المجهود، زمايلي قالوا لي متابعين مع حضرتك من الصبح، مجهود يعني كبير جدا على مدار اليوم، بس ده شيء مش غريب على شخصك.